النبي كان يأكل 3 تمرات قبل أن يفطر، ثم يصلي المغرب ويأكل. الشيء الذي لا يصدق أن سكر التمر أسرع سكر على الإطلاق، ينتقل من الفم إلى الدم ب10 دقائق. فإذا أكلت تمرات 3 وصل سكرها إلى مركز الشبع في الدماغ، بعد أكل التمرات 3 مضي 10 دقائق وقت صلاة المغرب تشعر أنه أنت شبعان، تأكل باعتدال. الإنسان متى يشبع؟ بإحدى حالتين. الحالة الأولى وهي سيئة جداً، حتى تمتلئ المعدة حتى يبرق، ويشبع إذا تنبه مركز الشبع في الدماغ. فإذا بدأت بالتمرات 3 وأكلتها وصل سكرها إلى مركز الشبع في الدماغ، تقدم على الطعام باعتدال كوجبة عادية في النهار. أنا سافرت إلى بلاد كثيرة، في بريطانيا يأكلون الفواكه قبل الطعام، وفي البرازيل أبداً يأكلون الفواكه قبل الطعام، شيء طبيعي، والأصل أن تأكل الفاكهة قبل الطعام. والدليل: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. جرب أن تكون هذه عادة دائمة، أنت تأكل بعد الطعام تفاحة، كلها قبل الطعام وانتظر، تأكل باعتدال رائع جداً، ما في جوع شديد، لأنه مركز الشبع تنبه بالسكر الفواكي. سكر الفواكي أسرع سكريات بالوصول للدم، من الفم إلى الدم 10 دقائق، وإذا كان في بالدم سكر وصل هذا السكر إلى مركز الشبع تنبه. من علم النبي ذلك؟ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني توجيهات النبي الصحية ليست من اجتهاده ولا من معطيات عصره ولا من بيئته ولا من اختراعه، إن هي إلا وحي يوحى. عود نفسك طوال السنة أن تأكل قطعة الفاكهة قبل الطعام وجرب، تأكل باعتدال تشبع قبل أن تشبع. آية قرآنية سورة مريم، وفي قصة السيدة مريم بالذات، كلمات 3 يكشف الطب الحديث أنها أساس الولادة الميسرة. يقول الله تعالى مخاطبا السيدة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. أما كلمة قري عينا، استنبط العلماء من هذه الكلمة أن الحالة النفسية للمرأة قبيل الولادة لها علاقة وشيجة بتيسير الولادة. فلو أن المرأة مطمئنة، قريرة العين، هادئة البال، ليس هناك مشكلة في البيت، زوجها يكرمها قبيل الولادة، إن حالتها النفسية المريحة وطمأنينتها وقرة عينها إنها عامل أساسي في سهولة ولادتها. فأي اضطراب نفسي وأية أزمة عاطفية وأية مشاجرة بين الزوجين والمرأة على وشك الولادة إنها تعيق الولادة، وربما اضطرت المرأة إلى إجراء ولادة عسرة. العلماء استنبطوا من وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا. أما كلي، ولحكمة بالغة أن الله سبحانه وتعالى يقول: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. من أغرب الكشوف العلمية أن في الرطب مادة تعين على انقباض الرحم. الرحم كما تعلمون
من 2.5 سنتيمتر مكعب جوفه إلى 750 سنتيمتر مكعب، يعني 2.5 سنتيمتر مكعب قبيل الحمل، وفي أوج الحمل يصبح الرحم مجوفا بجوف يزيد عن 750 سنتيمتر مكعب. وهذا الجنين وتحته المشيمة، والمشيمة موصولة بشرايين الأم، فإذا نزل الجنين من رحمه، من رحم الأم، وتبعته المشيمة، تقطعت هذه الشرايين. هذه الشرايين مفتوحة، لو بقيت مفتوحة لنزفت الأم وماتت، تموت من النزيف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لحكمة بالغة يجعل الرحم تنقبض انقباضا شديدا إلى درجة أن قوام الرحم يصبح قاسيا كالصخر، فإذا وضعت القابلة يدها على الرحم ورأته قاسيا تطمئن إلى أن الولادة صحيحة. إن الرحم بانكماشها الشديد تغلق بانكماشها كل الشرايين المفتوحة، وبهذا ينقطع النزيف. في التمر وفي الرطب مادة تعين على انقباض الرحم، لذلك وردت كلمة الرطب في آية المخاض: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكل. أن في الرطب مادة تعين على انزلاق النفايات في الأمعاء الغليظة، مادة منظفة وملينة، وما من امرأة على وشك أن تضع إلا ويحرص الطبيب أو القابلة على أن تكون أمعاؤها خالية من كل شيء لئلا تعيق امتلاء الأمعاء خروج الجنين من الرحم. لذلك التمر نفسه في مادة ملينة ومنظفة للأمعاء ولا سيما الغليظة. شيء آخر، الفلق عملية مجهدة، يعني القلب أحيانا يزيد ضرباته من 100 ضربة في الدقيقة أو من 80 ضربة في الدقيقة إلى 180 ضربة في الدقيقة ليواجه هذه التقلصات العنيفة. فالقلب يحتاج إلى غذاء، والحركات العضلية تحتاج إلى غذاء. لذلك التمر لا يستغرق تمثله أكثر من 20 دقيقة من الفم إلى الدم مباشرة، يعني أسهل مادة للهضم ولتحولها من غذاء إلى طاقة هي التمر. شيء أخير هو أن في الرطب مادة تمنع النزيف، تعين على انقباض الرحم وتمنع النزيف وتنظف الأمعاء وتعقمها وتطهرها وتلينها وتغذي المرأة التي على وشك الوضع بغذاء سكري من أعلى مستوى بأسهل طريقة وبأقصر وقت. فإذا جاء في كتاب الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي، لهذا التمر مركز تركيزه شديد جدا، فهو يحتاج إلى سائل ينحل فيه في سورة الامتصاص: فكلي واشربي. لماذا الإنسان بعد أن يأكل الحلوى يحتاج إلى الماء؟ لماذا هكذا فطرته؟ لأن الحلوى يحتاج إلى تمثيل وإلى أن ينحل في سائل كي يسهل هضمه. لذلك شرب الماء ضروري للمرأة التي على وشك الوضع وحالتها النفسية المطمئنة عنصر أساسي في الولادة، وأن يكون طعامها فيه أشياء 4: مواد تعين على انقباض الرحم، ومواد تمنع النزيف، ومواد تنظف الأمعاء وتلينها، ومواد أخرى تغذي
بأقصر وقت وأيسر كثير. هذا القرآن الكريم، هذا كلام رب العالمين، كلمات في قصة، ولكن لو وقفت عندها لوجدت العجب العجاب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. لا بد من غذاء خاص، ولا بد من شراب كثير، ولا بد من طمأنية نفسية. أيها الإخوة المؤمنون، هذه بعض آيات القرآن، وكيف أن العلم كلما تقدم اكتشف أن هذا الكلام كلام رب العالمين، كلام خالق الأكوان، وليس كلام البشر.